النهارده هعرض لحضراتكم بعض الحوادث اللي اعتقد مش هتلاقيها في الاعلام المصري. حادثه حصلت صباح اليوم مع احمد فيصل. احمد فيصل ده شاب مصري شغال مونتير في بعض الشركات، شركات الانتاج المصريه. الصبح كان خارج هو ومراته واولاده الاثنين او بناته الاثنين، العربيه على المحور حصل فيها مشكله، العجله بتاعتها حصل فيها ازمه. وقف احمد على المحور على اليمين وادى اشاره انتظار وطلع المثلث العاكس، حطه قبل العربيه بفتره، يعني اخذ كل الاجراءات المتبعه في مثل هذه الامور، انك تقف على اليمين وانك تدي انتظار وانك يبقى معاك مثلث عاكس زي ما بيقول المرور، وتحطه على مسافه مش قريبه او على مسافه بعيده من العربيه. ونزل احمد يحل العربيه بتاعته او يفك العجله، مراته وبناته الاثنين راكبين في العربيه. على جيت عربيه شرطه من بعيد، العربيات الجديده اللي هي الدفع الرباعي بتاعه الشرطه المصريه اللي مكتوب عليها بوليس، العربيات الضخمه دي جايه ماشيه بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه، لا اخد باله بقى من مثلث عاكس، ولا واخد باله من اشاره بتقول له انتظار، ولا واخد باله من واحد موقف العربيه بتاعته وبيفك العجله. دخلت عربيه الشرطه في عربيه احمد، فكانت النتيجه الصور اللي حضرتك شايفها دي، عربيه الشرطه داخله بوشها، والعربيه بتاعت المواطن احمد فيصل يعني تقدر تقول كده متحطمه بظهرها. لا اجيب لي كمان صوره ظاهر فيها، ايوه شايف العربيه بقت عامله ازاي، شايف قوه الخبطه وقوه الصدمه في عربيه واقفه، يعني في عدم وضعيه عدم التحرك دخل فيها العربيه بتاعت البوليس. ايه النتيجه؟ النتيجه وفاه بنته وعمرها 3 سنوات، زينه بنت احمد اسمها زينه وعمرها 3 سنوات، واصابه بنته الثانيه بكسر في الجمجمه وارتجاج في المخ، ونقل احمد وزوجته الى المستشفى. حد يقول لي طيب ما دي حادثه عاديه، ويمكن البوكس او عربيه الشرطه كانت بتطارد حد او كانوا رايحين ينجدوا حد فبيمشوا بسرعه، ومن الطبيعي ان عربيه الشرطه بتمشي في اليمين، فدي حادثه طبيعيه. اقول لك اه فعلا دي حادثه طبيعيه ممكن تحصل مع اي مواطن، وممكن مكان عربيه الشرطه تبقى اسعاف او تبقى عربيه عاديه، وممكن العكس. لكن اللي مش طبيعي ان لحد دلوقتي على الرغم من مرور اكتر من 12 ساعه على الحادثه، لا شفنا صحافه بتغطي، ولا شفنا تلفزيون بيتكلم، ولا شفنا اذاعه بتتكلم، ولا حتى شفنا السوشيال ميديا بتتكلم، لولا منشور كتبه اخو مرات احمد على حسابه على فيسبوك بيشرح اللي حصل، ومنشور تاني نشره المخرج او المنتج احمد عبد الباسط المنتج الفني بيشرح ايضا اللي حصل مع صديقه وصاحبه احمد فيصل، ما كناش عرفنا الحادثه. نتمنى بطبيعه الحال السلامه لاحمد وزوجته وبنته، وعزائنا للاسره في وفاه زينه 3 سنوات بسبب رعونه وطيش حضرة الضابط اللي كان سايق العربية وداس على عربية المواطن أحمد.